عدد من الباحثين والعاملين في مجال المخطوطات وتطوير مجالات معارفها والعلوم الحديثة في هذا المجال دورة في خلال هذه الدورة التدريبية عددا من المعارف. ترجمة علمية للاستفادة من علم تحقيق المخطوطات. خرجت الدورة التدريبية التي انعقدت بدار المخطوطات في مدينة صنعاء القديمة بعدد من التوصيات التي ترتقي بتراث المخطوطات في التاريخ اليمني والإسلامي، في ختام جدول أعمالها بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين والعاملين في مكتبات المخطوطات من مختلف محافظات الجمهورية. أجل تدريب شباب وطلاب شباب وموظفي دار المخطوطات من أجل إخراج وتوثيق إخراج المخطوطات الحريرية. بطبيعة الحال هذه الدورة تعنى بالمخطوطات وأساليب نشرها، وهي دربت 100 متدرب من الدار ومن خارجها، والهدف من هذا كله هو إعداد جيل يتحمل الرسالة وينهض بأعبائها ويعمل على تحقيق المخطوطات وفقا للأساليب الحديثة في التحقيق. الدورة التي استمرت 4 أيام افتتحتها نائب وزير الثقافة هدى أبلان والدكتور مقبل الأحمدي وكيل الوزارة لقطاع المخطوطات ودور الكتب، وقدمت خلالها عدد من الحلقات الدراسية والندوات تتعلق بتاريخ تحقيق علم المخطوطات وقواعد الإملاء وعلامات الترقيم والتحقيق وعملية التثبت من صحة المخطوط، والتي قدم أعمالها الدكتور نزار الحديشي والدكتورة أمة الغفور الأمير وأمة الملك الثور، ووزعت خلال ذلك مجموعة من المخطوطات لغرض التدريب عليها وإرشادات للمحاضرين في كيفية الاستفادة من الدورة في تحقيق المخطوطات علميا، والتي أثراها وضاح عبد الباري طاهر مدير عام التحقيق والنشر. هذه تعود بالفائدة على التراث هذه الأمور وعلى تحقيق المخطوطات وإخراجها، وأيضا على موظفي الدار وغيرهم من انتظروا الندوة، وخصوصا أنها أقيمت في هذه الأوقات الصعبة. وتعتبر هذه الخطوة الأولى في المشاركة الجماعية لعملية تحقيق مخطوطة بمشاركة جامعة صنعاء بعد إخراج وتحقيق مخطوطات على يد الدكتور سيد مصطفى سالم وحسين عبد الله العمري في بادرة عملية لتطوير هذه المعرفة، خاصة وأن اليمن تزخر بالآلاف من المخطوطات النادرة في العالم العربي والإسلامي والعالمي. وفي نهاية هذه الدورة تم تسليم الشهادات والأوسمة التقديرية للمشاركين.